أيها الإخوة المؤمنون، ليلة القدر هي أمنية كل عاقل. أطلي ليلة القدر لأنك أنت أمنيتي، فرشت الحب في قصري، لأجلك صغت قافيتي وصغت قصيدة العمر. فمن شعر إلى شعر، ومن سطر إلى سطر، وليس الفضل لي أبدا، فما عندي سوى فقري، وكل الفضل والنعمة لرب مالك الأمر. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، ولا تحرمنا هذه الليلة يا كريم. إلى كلمة العلم والعلماء مع فضيلة الشيخ رمضان السبكي، مدير عام الدعوة في محافظة المنوفية. أسأل الله الكريم أن يفتح عليه فتوح العارفين. الصلاة والسلام على حبيبي وقرة عيني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهندس محمد عبد الغني صاحب الدعوة الكريم، السادة أصحاب المنص الكرام، السادة الحضور الجميع، سلام الله عليكم وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نشكر من كان سببا في أن ننور أبصارنا بهذه الوجوه النيرة، بهذه الأجواف التي اختارها المولى تبارك وتعالى أن تكون بيتا لكتاب. هذا الكتاب الذي لما سمعته الملائكة قالت طوبى لأجواف تحمل. إذا كنا اجتمعنا في هذه الليلة وهي ليلة القدر لنكرم حفظة القرآن الكريم، فما هذا التكريم لا يساوي شيئا بجوار تكريم المولى تبارك وتعالى لحافظ القرآن الكريم. يكفيه فخرا أن المولى تبارك وتعالى جعله من أهله. يكفيه فخرا أن المولى تبارك وتعالى جعل أهل القرآن هم أهل الله في الأرض. يكفيه فخرا أن المولى تبارك وتعالى جعلهم مصابيح الكون في الأرض. نهتدي بهم في ظلمات الجهل، نلجأ إليهم ونهرع إليهم ونسألهم ليروروا لنا طريقنا. جعلهم المولى تبارك وتعالى مصابيح نور يضيء بهم ظلام الكون. في مثل هذه الليلة أنزل المولى تبارك وتعالى قرآنا. وإذا جلسنا الليل نحتفل ونحتفي بنزول القرآن وتكريم أهل القرآن في مثل هذه الليلة، فاسمحوا لي أن يكون لي معكم وقت.
شعاعنا نزل يضيء ظلام الكون، وأول قطرة ماء نزلت لتروي سمع الكون، هو أمر من المولى تبارك وتعالى بالتسلح بالعلم. اقرأ أول حرف وأول آية نزلت من المولى تبارك وتعالى، هو أمر من المولى تبارك وتعالى لهذه الأمة أن تتسلح بالعلم، لأن في العلم سعادتها، لأن في العلم قوتها، لأن في العلم هيبتها، لأن في العلم سطوتها. اقرأ اقرأ وتعلم، لكن هذا العلم وهذه القراءة محفوظة بأمر المولى تبارك وتعالى، طاعة لله، حسبة لله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فلماذا يا أمة القرآن فرطنا في فريضة من فرائض الإسلام؟ اقرأ باسم ربك الذي خلقك وسواك وعدلك ورتبك ونفخ فيك من روحه. اقرأ باسمه وتعلم بأمره، تعلم جميع العلوم، تعلم الطب، تعلم الهندسة، تعلم الفلك، تعلم العلوم الشرعية، طاعة لله تبارك وتعالى وخدمة لقوم وطنك ورفعة للأمة الإسلامية. فقوة الأمة الإسلامية هي في التسلح بالعلم. فلماذا فرطنا في هذه الفريضة؟ لماذا يا عباد الله؟ بلغ رسول الله تحية وسلامة من والهم ما تعلق قلبه بسواك في وجود غرامة. يا سيدي يا رسول الله، يا خير من وتأثر، يا خير من عرف الوجود إماما. المسلمون اليوم هل ترضيك أحوالهم أو ترضاهم إسلاما؟ كانوا حماة الكون في زمن مضى، كم أنجبوا أبطالا وأعلاما في أرض الأندلس في ظل حضارة عاشت وعشنا مجدها أعواما. واليوم تشتعل المعارك بينهم نارا يغيث الحمام بها أواما. هل أفقرت تلك الحياة فلم يعد في الأرض غير المسلمين يتامى؟ ما بال الغرب أصبح سيدا للمسلمين وحاكما وإماما؟ بلغ رسول الله تحية وسلاما. نحن نحتفل ونحتفل بنزول القرآن في ليلة ذات قدر على أمة ذات قدر. لماذا تخلفنا عن أول فريضة نزلت من السماء إلى الأرض تأمرنا بالتسلح بالعلم، تأمرنا أن نكون أقوياء بعلمنا لا بجهلنا لا بتخلفنا؟ يا إخوة الإسلام، إن الإسلام لم يجعل للعلم سنا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. إن الإسلام لم يجعل للعلم مكانا، وإنما قال: اطلبوا العلم ولو فصيلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث صحابته على العلم وعلى التسلح بالعلم، ويطلق الأسرى من يعلم عشرة من صحابة رسول الله القراءة والكتابة إيمانا منه بفضل العلم وفريضة العلم والتسلح بالعلم. ألم قال لك؟ ألم يقل لك: من آمنت به نبيا وارتضيته لنفسك رسولا وتتمنى أن يكون لك في الآخرة شفيع صلى الله عليه وسلم؟ من تعلم لغة قوم أمن بكرهم. أين أنا وأين أنت وأين نحن من هذا القانون المحمدي، من هذا القانون النبوي؟ لماذا فرطنا؟ لماذا ضيعنا؟ لماذا تخلفنا عن ديننا؟ ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى هدي الله، وفخر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه.
تخرج بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أحيوا قلوب أهل العلم وتسلحوا بالعلم يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، يا أمة النبي العدناني صلى الله عليه وسلم. إن هذا، إن هذه اللمحة هي ما أردت أن أذكركم بها في ليلة القرآن، في ليلة القدر. أذكركم بأن أول حرف نزل من السماء إلى الأرض هو أمر بالعلم، لا تفرطوه، لا تفرطوا فيه، تمسكوا بكتابكم، تمسكوا بقرآنكم. أكرم بقوم، أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، جعلوا كتاب الله فوق رؤوسهم لينور ليكون نورا في الظلام فكان. يا منزل الوحي، يا منزل الوحي الكريم تفضلا، دعوناك يا إلهي، دعوناك يا مجيب، دعوناك يا رحيم، دعوناك يا كريم، فاقبل منا دعانا. اجعل كتاب الله بيننا نورا، اجعل قرآنك بيننا نورا، اجعل كتاب الله بيننا نورا، أصلح به ما ساء من دنيانا. يا رب احفظ به الأوطان، يا رب احفظ به الأوطان واجمع شملنا، فالشمل شتتا والهوى أعيانا. كل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الشيخ رمضان السبكي مدير عام الدعوة في محافظة المنوفية، ونحن هنا في هذه الساحة المباركة في قرية بشتامي مركز الشهداء في محافظة المنوفية، بدعوة كريمة من جمعية الأمل للأعمال الخيرية، حيث تقدم إذاعة القرآن الكريم هذه الأمسية المباركة برعاية كريمة من المهندس محمد عبد الغني أبو أحمد، رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل للأعمال الخيرية.